loads المور بروبل تو اكت توجذر، يعني الاحمال اللي هي غالبا ممكن تحصل مع بعض، ودي طبعا كلنا عارفينها من المواد ديزاين احنا خدناها قبل كده، اللي هي بتمثل لنا الديد لودز واللايف لودز، الحاجه الاساسيه الموجوده في الكباري دلوقتي. حاجه اساسيه ثانيه اللي هي دايناميك افكت، احنا عندنا موفينج لودز على الكوبري بتاعنا، وبالتالي حركه العربيات فوق الكوبري بيؤدي الى دايناميك افكت، فانت لازم تاخد ده في الاعتبار بالنسبه لللايف لودز. وبرضه في عندنا برايمري لودز اخر في الكيرفد بريدجز اللي هو السنتروفيوجال فورسز او القوى الطارده المركزيه. ودي طبعا خاصه بالايه؟ بالكيرفد بريدجز، واحنا مش هنتعرض بصراحه في الترم الاولاني لاي كيرفد بريدجز، هناخد الستريت بريدج. وفي بعض الفورسز بالطبع الكود معتبرها برايمري لودز، وانت لازم تاخدها في الاعتبار لما تصمم السكندري اليمنتس زي الهاند ريلز بتاعت الكباري، بتصممها على لاترال فورس. برضه في كيس ثانيه اوف لودنج اللي هي خاصه بالريبليسمنت بتاع الاند بيرنجز اثناء عمليه تغيير السبورتس. خلي بالك ان احنا في الكباري في النهايات في حاجه اسمها اند بيرنجز، عباره عن مودرن بيرنجز مكونه من ميمبرينز، لايرز من الميمبرينز والستانلس ستيل بليتس. دي عاده عمرها الافتراضي بيكون حوالي كل 20 سنه، وبالتالي انت لازم تعمل عمليه تغيير الاند بيرنجز. اثناء عمليه التغيير بيبقى في جاكات بترفع بيها القطاعات بتاعه المين جردر بتاعتك، فاثناء عمليه الرفع ممكن يجي اديشنال سترينج اكشنز سواء كان في الكروس جردر في المين جردرز الى اخره، لازم انت ده كونسيدر اذا برايمري لودز. السكندري لودز عندنا في الكود الكباري بيمثل لنا اي حمل غير اللي احنا ذكرناه دوت، اللي هو طبعا برضو موجود ان ديتيلز في الكود بتاعنا، اللي هو الويند لودز، السيزميك، البريكنج فورسز، التمبريتشرز افكت او تشينج اوف تمبريتشرز. عندنا كمان حاجه اسمها الفريكشن ريزيستنس اوف اند بيرنجز. عندنا لما بتعمل اند بيرنجز بيكون في بعض الحين في مقاومه للحركه نفسها، فده بيؤدي الى تولد هوريزونتال فورسز على الابطمنت اللي شايله الكوبري. برضو ممكن لو عندي continuous beams هيبقى عندي differential settlement of supports احدى الاحمال لازم consider في الاعتبار. وطبعا انا بصمم الخرسانة الشرينكج والكريب، ده بيعتبر برضو secondary loads. في كيس ثالثة بصراحة دي ما كانتش موجودة عندنا في steel 1، الكود مسميها في كود الرودوي بريدج او كود الاحمال نفسها special loads. السبيشال لودز دي دخل فيها انكلودنج فيها اي لودز ممكن تيجي في المنشأ ديورنج الكونستراكشن ستيج، يعني انا اثناء عمليه التنفيذ رفعت المين جيردر باسلوب معين ادى الى تولد سترينج اكشنز فيها، فلازم دي كونسيدر في الاعتبار انا كديزاينر الميثودولوجي اللي انا هتبعها في ايه في عمليه الانشاء نفسها. وكذلك الفيكل كوليجن، يعني التصادم اللي ممكن يحصل، اي حادثه ممكن تحصل فتؤدي عربية تراكس تخش مثلا في السبورتس او تخش في البيرز بتاعة الكوبري بتاعي، لازم ده يؤخذ في الايه؟ لازم يؤخذ في الايه؟ في الاعتبار. وكذلك اي حاجة ممكن تحصل للباريرز او الفنسز، يعني عندي اوريدي حواجز معينة انا حاططها، لازم انت تصمم الحواجز دي كلها على الايه؟ على حوادث السيارات. ودي فيها كيسز معينة موجود في الكود المصري، بس احنا خلال الكورس بتاعنا مش هنتعرض خالص للسبيشال لودز اللي هي خاصه بالحوادث، يعني احنا مينلي هنتكلم عن البرايمري لودز والسكندري لودز. الاحمال هنستعرض مع بعض دلوقتي بعض الاحمال، والكود بتاعنا خد قيمها كام، واحنا لازم ده طبعا يبقى كونسيدر في الاعتبار، ولازم احنا فولو الكود بتاعنا الحديث اللي انا قلت لكم عليه سنه 2015. بالنسبه للرود ويب ريدجز بتنقسم الاحمال في الديد لودز الى احمال احنا اريد نعرف نحسبها اللي هي الفلور كفر والبلاطه خرسانه. فلور كفر في الكباري الاسفلت بيطلع في رينج من 150 الى 200 كيلو جرام متر سكوير. البلاطه خرسانه كلنا عارفين بنضرب التخانه في الجاما كونكريت اللي هي 2.5. هتبقى عندنا مشكله بس الاستيميشن في البدايه بالنسبه للاون ويت بتاع الستيل ستراكشر. انا عندي الاون ويت بتاع الستيل ستراكشر بمثل الصوت راح. الصوت راح. الصوت راح.
دكتور دكتور صوت حضرتك فاصل. صوت يا دكتور 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 حضرتك عامل ميوت للمايك بتاعك دكتور حضرتك دكتور دكتور احمد دكتور احمد دكتور فصل عنده فصل عنده هو تقريبا في مشكله في النت في الكليه اصلا يعني تقريبا هو احنا ممكن نطلب من الدكاتره تسجل المحاضرات وترفعها على طول بدل شغل الاونلاين ده ولا الموضوع هيبقى صعب يا شباب عشان يعني المحاضرات مستوى بيضيع تقريبا واحنا بنعدل الصوت والصوره واللاج وكل حاجه اسئله يعني ممكن بس عشان الاسئله هتبقى يعني مشكله ان محدش يعرف يسال نخلي لايف 10 دقايق ربع ساعه اسئله لايف ربع ساعه كده الاسئله ده اللي ممكن نستحمل في بعض مش هم حكينا في الموضوع بقول لك القرار تحت المناقشه استنى الفود بتلف عليها الحاجات دي كلها تمام بس لسه بيظبطوها الحاجات اللي بتتسجل دي هتترفع على الشانل بتاعت الكليه لسه الحاجات دي يا اخوات هو مبسوط لك تقول لي يا جدعان طب قول لي المحاضره بقى النهارده ونشوفها بقى ان شاء الله يوم الاربعاء ايش نسي مش عارف سامعني ولا لا سامعينك يا عم حضرتك ايوه دكتور طيب بص كنا بنتكلم عن الاون ويب الخاص بالستيل ستراكشرز انا كديزاينر دلوقتي لسه ما عملتش ديزاين للقطاعات الكروس جيردرز ولا المين جيردرز فبستخدم المعادلات التقريبيه كده استيميتد جايه من اكزيستنج بريدجز احنا المعادلات دي موجوده قصادك اهو اللي عباره عن بنفترض او اوزان السترينجر بالكروس جيردرز جيردرز قيمتها دبليو ستيل 1 اللي هي 150 زائد 4 ال بلس 0.03 ال سكوير حيث ال طبعا السبان بالمتر طبعا الاحمال هنا هتديك كيلو جرام بر متر سكوير فطبعا لو انت عايز اللود على كل مين جيردر هتضرب بقى في عرض الكوبري على 2 عشان تحصل على الوزن الستيل ستراكشر على كل مين جيردر فما تنساش ان دي كيلو جرام بر متر سكوير بعد كده البورتس اوتسايد المين جيردر اللي هي عباره عن الكانتليفرز والسترينجر الصغير اللي شايله السايد ووك مع الهاند ريلز اللي في الاطراف دي كلها بنجيبها من المعادله الثانيه دي اللي هي برضو استيميتد من اكزيستنج بريدج اللي هي 100 بلس 3 ال من هنا بنحصل على دبليو ستيل 2 ودبليو ستيل 1 هضرب دبليو ستيل 2 في طول الكانتليفر وهضرب دبليو ستيل 1 في البيعه الاثنين هقدر اجيب ساعتها الاون ويت على الايه على المين جيردر طبعا هنتكلم فيها بالتفصيل بعد كده لما نخش بقى في تصميم المين جيردرز
ده بالنسبة للديد لودز. تعالوا ننتقل للنقطة الأهم اللي هو اللايف لودز على الكباري السكة الحديد بتاعتنا. عندنا الكود بتاعنا يعني في كيس محددة خاصة باللايف لودز اللي عبارة عن ثلاثة لينز. الثلاثة لين ده كل لين منهم فيها فيكل أو فيها تراك وزن الأولاني 60 طن في اللين الأولاني مع يونيفرم لود 0.9 طن بير متر سكوير. بعد كده اللين الثاني وزنها 40 طن العربية بأربع عجلات يبقى كل عجل 10 طن مع حمل موزع 0.25 طن بير متر سكوير. واللين الثالث العربية وزنها 20 طن مع حمل موزع 0.25 طن بير متر سكوير. انت ممنوع بالنسبة لك انك تحط التلات عربيات في لين واحدة، يعني لازم العرب كل لين يكون فيه عربية واحدة فقط لا غير. دي نمرة واحدة. نمرة اتنين، بقية قرية الكوبري لازم تبقى لودد، يعني مفيش نقطة في قرية الكوبري تبقى انلودد. انا خلصت عندي عرض الكوبري والله 12 متر، عندي عرض كل حارة من الحارة دي 3 متر، وبالتالي 3 في 3 اللي هم الثلاثة لينز هيبقوا 9 متر. فلو انا عندي 12 متر يبقى هحط 3 لين وبقية الاريا كلها فيها 0.25 طن بير متر سكوير. كذلك السايد ووكس اللي الجزء الخاص بالمشاة يمين وشمال الكوبري برضو بيحمل بحمل يا اما 0.25 طن بير متر سكوير لو كان اللود اقل من 1.5، ولو كان اللود اكبر من او يساوي 1.5 بنحمله 0.5 طن بير متر سكوير. طبعا لو واحد عنده كوبري عرضه 7 متر، 7 متر يبقى هيكفي عربيتين فقط او 2 لينز فقط لا غير، لان اللين عرضها 3 متر، 2 متر المسافه بين العجل ونص متر يمين وشمال ترتفع العربيه، وبالتالي يبقى كل لين 3 متر. لو انت عندك عرض الكوبري 7 متر يبقى هتحط عليها 2 لينز فقط لا غير، وبقيه الايه وبقيه المتر تحط عليه 0.25 طن متر سكوير. طبعا اكيد انت هتشيل العربيه ساعتها اصغر عربيه، يعني هتحط العربيه اللي هي 60 طن والايه وال40 طن. الدايمنشنز بتاعت العربيه هي شكلها غريب شويه، هي ابعادها في الاتجاه الطولي او في الدايركشن بتاعت الموفمنت بتاع الكوبري متر 20، وفي الاتجاه العرضي 2 متر. ممنوع انت كديزاينر انك تلف العربيه 90 درجه، يعني لازم تحافظ على دايركشن الموفمنت بتاعت العربيه. هتقول لي في بعض المهندسين يقول لك طب حالة الحوادث هيحصل ايه؟ لا، دي في كيسز تانية خالص للحوادث، لكن انت العربية بتحركها بنفس الدايركشنز الموجودة في الكود بتاعك. يبقى عندنا ملحوظة الأولانية، كل حارة فيها عربية واحدة، اتجاه العربية ثابت، لكن مكان اللين انا ممكن احط 60 طن في نص الكوبري، ممكن احطه في طرف الكوبري، ممكن احطه في اخر الكوبري، في اول الكوبري. مكان العربية نفسها دي انت كديزاينر بتحطها بحيث اللي تديك الورست كيس. الكيسز اللي وصلنا دي اسمها لايف لود كيس 1، ودي الكيس الرئيسية الموجودة عندنا في الايه اللي موجودة عندنا في الكود المصري. بعد كده عندنا دي برضو نفس الكيس 1، بس انا حطها لك في جدول مجرد تلخيص للجزء اللي فات عشان تبقى عارف ان لين 1 ب 60 طن اربع عجلات كل عجلة منهم 15، ولين 2 40 طن اربع عجلات كل عجله ب 10، ولين 3 20 طن اربع عجلات كل عجله ب 5 طن. بعد ذلك مش هنسين الحمل الموزع اللي هو 900 كيلو جرام بالمتر سكوير مع 60، يعني مفيش حد يحرك ال 900 يوديها مع لين 2 او 3، يعني مع ذلك الحمل الموزع بتاع 900 ده مصاحب للين واحد، يعني انت حركت لين واحد في اي مكان في الكوبري مصاحب ليه الايه ال 900 كيلو جرام بالمتر سكوير على الفول لين. يعني انت لما هتاخد شريحه وتحط عليها الاحمال هتخلي 900 على الفول لين، والكونسنتريتد لودز بتاعت الويل لودز بتتحرك فوق اللين ديت في اي مكان على اللين، وبالتالي ممكن يتجمع في نفس النقطه حمل موزع وفي حمل مركز بتاعت ايه بتاعت عربيات التراكس. صح يا دكتور؟ بس يا صح ايوه حضرتك، بس مفيش رسمه توضح بس عشان بس يعني امال ايه الرسمه اللي كانت فات دي يا باشمهندس؟ نعم، امال ايه الرسمه اللي احنا اتكلمنا عليها دي؟ يعني بس عبس حضرتك بس عشان تبقى واضحه، يعني بس حضرتك تشرح بس. ما خلاص، ما احنا خلصنا وعرفنا الاحمال على الرسمه. انت بتقول عايز رسمه معايا مش مهندس؟ هو انت مش متخيل الرسمه المرسومه ديت؟ انا ما اعرفش، بس هو كده بطريقه اتجاهه، يعني كده العربيات ورا بعض ولا جنب بعض؟
لا انا قلت، انا قلت ان المفروض ممنوع انك في حاره واحده تحط ثلاث عربيات، يعني ذلك اللين اللي قصادك دي ايه جنب بعض مش ورا بعض، وقلت ان المفروض لو عندي عرض الطريق تسع اكتر من 9 متر يبقى تكفي ثلاث عربيات، لكن لو اوريدي 7 متر تكفي حارتين بس. وبالتالي يبقى لازم تعرف ان الايه الحارات كلها هي حارات فوق الكوبري بتتحرك في الاتجاه الطولي للكوبري. معايا يا باشمهندس؟ تمام. طيب. يعني اقصد الرسمه اللي انت بتتكلم عنها هي هي الرسمه ديت، مفيش رسمه غيرها، يعني هي الرسمه بتوضح ده الاتجاه الطولي للكوبري اوريدي والعربيات والحارات جنب بعض. معايا يا باشمهندس؟ يعني المفروض المين جردر كده في الاتجاه الطولي موازي لللينز، المين جردر والكروس جردر هي العموديه على اللينز. طول العربيه اكبر من عرضها ازاي؟ بس هي دي الفكره، ان يعني ازاي الاثنين متر هي هي اللي في اتجاه الحركه، المفروض العكس، يعني الواحد واثنين من عشرة متر هي اللي في اتجاه الحركه، العربيه بتبقى بالعكس. بص الكيس اللي قصادكوا دي هي كيس ايماجينري كيس، يعني مفيش عربيه على فكره بعدها متر 20 اصلا في 2 متر اصلا. يعني هتقول لي الكود ليه عمل كده؟ بص زمان كانت العربيه مرت بمراحل كتير جدا في اختلاف اللودز. على فكره الكيس دي مش موجوده في الكود المصري بس، لا دي موجوده في الكود الاوروبي كمان. الكيس دي معموله متر 20 في الاتجاه الطولي، بالرغم ان ده مش منطقي لابعاد العربيات، لان دي كيس بتديك سترينج اكشنز نوعا ما كبيره ريليتيف للعربيات الحقيقيه. كان الكود زمان كان بيجيبوا دايمنشنز خاصه باحمال ضخمه زي احمال تراكس واحمال دبابات بتطلع فوق الكباري، لكن الكيس اللي قصادك دي بتجيب لك سترينج اكشنز اكبر من الكيس بتاعت التراكس الحقيقيه اللي هي ابعادها بتبقى كبيره جدا، يعني التراك بتبقى طولها 12 متر. ف 12 متر حتى لو وزنها وصل اكتر من 60 طن، حتى لو وصل وزنها 100 طن حتى، اوريدي هو هيكون متوزع فيه، متوزع في الاتجاه الطولي. وبالتالي نتيجه ان هو اوريدي اللود متوزع في الاتجاه الطولي بتاع العربيه بيديك سترينج اكشنز اقل من العربيه اللي قصادنا ديت. عشان كده يا باشمهندس البعض بيقعد يفكر بالمنطق، يعني فين العربيه اللي موجوده كده؟ لا دي دايمنشنز موجوده في الاكواد العالميه وفي الكود المصري، واحنا كديزاينر فول دايمنشنز ديت، لان اتعملت ابحاث كثيره جدا على الكيسز المختلفه والعربيات المختلفه اللي مر بيها الايه تغيير الاكواد على مدار ال100 سنه اللي فاتوا. وبالتالي الكيس ديت مثلا كمثال بتدي سترينج اكشنز على المين جيردر اكبر من الكيس اللي فات بحوالي 15%. الكيس اللي فات او الكود اللي فات اللي هو كان تم اصداره سنه 2003، ودي كانت كورسبوندنج تقريبا لدبابه مثلا ابعادها كانت عباره عن 6 متر في ايه 6 متر في 3 متر. وبالتالي هي في بعض الاحيان ما بتبقاش منطقيه بالنسبه لفكر المهندس ان ازاي تبقى ابعاد عربيه متر 20 في 2 متر، بس طبعا دي دايمنشنز موجوده في الكود واحنا كديزاينر لازم ايه لازم فولو دايمنشنز ديت. ده بالنسبه للكيس رقم واحد. في كيس ثانيه، الحاجه الاساسيه برضو الثانيه تخلي بالك من الدايمنشنز، يعني معنى ان المسافه من طرف العربيه الى العجله نص متر، يبقى انا لو قلت الواحد المسافه بين العجلتين كام، اقرب مسافه بين عجلتين كام فوق الكوبري، المفروض تبقى متر، اللي هي نص متر بتاعت العربيه دي ونص متر العربيه الثانيه، دي اقرب مسافه بين العجلتين. ده في التصميم الخاص بجميع الستيل اليمنتس بتاعتي. لو بصينا دلوقتي على الكيس الثانيه اللي موجوده في الكود، الكيس الثانيه دي بصراحه خاصه بالارضيات بتاعت الكوبري بس، يعني تصميم الديكنج سلاب، او لو انا عامل ستيل ديكنج بليت وتحتها اوبن دريب او كلوز دريب، ودي دايما في السيستم الخاص بالاورثوتروبيك ديك بريدجز، وده اوريدي هتعرفه في الترم الثاني. بيديك كيس ثانيه غير الكيس الاولانيه، يعني الكيس اللي فاتت دي تعتبر كيس 1 هنستخدمها مع بعض في تصميم جميع العناصر الانشائيه بتاع الكوبري بتاعنا. لكن في كيس ثانيه انت هتتعرف عليها بس احنا مش هنطبقها، لان احنا مش هناخد مع بعض تصميم السوليد سلاب اللي فوق الكوبري. بس انا عندي الكيس دي عباره عن عربيتين عجلتين كل عجله منهم 20 طن والمسافه بينهم 2 متر، وكل عجله الدايمنشنز بتاعها 35 سنتي في 60 سنتي. وبالتالي هتستخدم العجل ده في تصميم البلاطه الخرسانيه لو اتعرضت ليها ليتر بعد كده. وكذلك الكود قال لنا
ان الاحمال دي كلها انكلودد فيها الدايناميك افكت، الا وانت بتصمم اوريدي البلاطه الخرسانه وعند الاكسبانشن جوينتس في تصميمها لازم تزود الحمل اللي قصادك ده بقيمه الامباكت اللي موجود اللي هو 0.3 في 1 ناقص الدي على ايه على 6 حيث دي دي الديستانس بتوين الايه بتوين الاكسبانشن جوينتس. زي ما قلت الكيس دي كلها احنا مش هنطبقها مع بعض لان دي تصميم البلاطه الخرسانه واحنا مش هنطبق مع بعض الديزاين الخاص بالايه بلاطه خرسانه، بس لازم تكون انت عارف برضو ان دي كيس موجوده في كود ايه في كود بتاعك. في كيس رقم 3 دي كيس جلوبالي خالص بقى وبنسبه 90% ما بتطلعش كريتيكال مع الاحمال بتاعه السبانز الكبيره بتاعه الكباري. هي دي كيس انك مفروض بتاخد يونيفورم لود 500 كيلو جرام بير متر سكوير موجوده على الفول اريا بتاعه الكوبري. يعني انت تلغي خالص وجود التراكس وتفتكر وتفترض ان الكوبري مليان عربيات صغيره، لما نسيح احنا العربيات دي كلها بير متر سكوير يدينا حمل 500 كيلو جرام بير متر سكوير. المفروض الديزاينر ياخد كيس واحد وكيس ثلاثه ويشتغل على المومنت الكبير من ايه من التو كيسز. بس زي ما انا قلت من شويه ان كيس واحد هي بنسبه اكتر من 95% بتبقى الكنترول وتبقى السترينج اكشنز الناتج عنها اكبر من كيس ايه اكبر من كيس ثلاثة. برضه هنتعرف على احمال ثانيه غير اللايف لودز اللي هي البريكنج فورسز. المفروض انت ممكن العربيات في حركتها في الاتجاه الطولي تفرمل وبالتالي هينتج لونجيتيودنال فورس في الاتجاه الطولي للكوبري بتاعي. الكود عندنا قال لنا هنجيب البريكنج فورسز من المعادله اللي قصادنا ديت اللي هي 360 ماينس 2 بلس 2.7 في ال ال حيث ال ال السبان بتاع الايه؟ بتاع الكوبري بتاعي. القيمه الماكسيمم او الماكسيمم فاليو للبريكنج فورس الكود ده انا 90 طن. المفروض 90 طن ديت هي موزعه على السبان كله بتاع الكوبري، يعني انت مش هتحطها بوينت لود على الكوبري، لا بتتوزع في الاتجاه الطولي. وطبعا الديزاينر عاده في تصميم الكباري بيعمل 3 دي موديل وبيقدر يحط البريكنج فورس متوزعه في الاتجاه الطولي للايه؟ للكوبري بتاعه. وكذلك المفروض تحطها في اي مكان فوق الكوبري، يعني في اي حاره من الحارات الخاصه بالايه؟ بالكوبري بتاعه. الصوت بيقطع يا دكتور. دكتور هو الصوت بيقطع. دكتور الصوت قطع. النت عند حضرتك يا دكتور الصوت مش باين خالص. فورس واحده فقط بقول دكتور. دكتور الصوت بيقطع جامد قوي. دكتور احنا مش سامعين حضرتك. هل سمعني كويس دلوقتي؟ يا دكتور الصوت بيقطع. اه بس بيقطع يا دكتور بيقطع جامد. طيب انا دلوقتي عملت ريكونكشن تاني. الصوت دلوقتي واضح؟ اه اوكي تمام. ايوه واضح يا دكتور. خلاص اوكي انا عملت ريكونكت تاني ب اوكي ماشي. دكتور معلش يا دكتور عيد السلايدز دي كلها تاني. بسرعه شويه. اصلا. نعم لا. بتقول ايه يا هندسه؟ بسرعه شويه. مش سامع صوتي. بقول حضرتك بتشرح بسرعه شويه، يعني ممكن بس نبطئ شويه رتم الشرح. طيب اصل ده كله يا باشمهندس احنا بنتعرف على احمال، احنا لسه لغايه دلوقتي ما دخلناش في اي ديزاين خالص. اوكي؟ لا تمام. فعادة الاحمال ديت انا عايزكم تتعرفوا على كل الاحمال الخاصه بالكباري بالرغم ان احنا هنتعرض فقط خلال كل الترم بتاعنا لديد ولايف ويند فقط لا غير. حتى الويند هناخده في الترم الثاني بس. اوكي؟ تمام. ايوه يا باشمهندس. دكتور معلش السلايدز دي حياتك الصوت بدا يقطع فيها فمعلش ممكن حاجه تعيدها بس. اوكي. البريكنج فورس دي عباره عن فورس بتاثر في الاتجاه الطولي للمين جيردر لحد الماكسيمم فاليو بتاعتها بناخدها 90 طن. قيمه البريكنج فورس على كل واحد فيكم الكوبري بتاعه على حسب الاسبان بتاعه هيعوض في المعادله اللي هي 360 بلس 2.7 في الاسبان ال بس ال ده الاسبان بتاعه المين جيردر بالمتر.
هيعوض ويجيب قيمه البريكنج فورس، والله البريكنج فورس طلعت 40 50 طن اوكي، طلعت اكتر من 90 طن هتاخدها 90 طن فقط لا غير. الفاليو نفسها بتاعت البريكنج فورس مش هتحطها كونسنتريتد لود، لا هتوزعها على المين جيردر في الاتجاه الطولي، اكنك بالظبط بتقسم الفورس نفسها على اسبان المين جيردر مثلا وتحطها يونيفورم لود في الاتجاه الطولي للايه للمين جيردرز. وعاده انا قلت من شويه الديزاينر بتعمل كده لما يعملوا 3D موديلنج، فبيبقى فيه بسهوله خالص بيقدر يحط الفورس ديت داخل 3D موديلنج. برضو الكود قال لنا في حاجه اسمها ترانسفيرس بريكنج فورسز، يعني ايه؟ يعني نتيجه حدوث سلايدنج لبعض العربيات فلازم تاخد انكلايند بريكنج، بتاخد لونجيتودينال بريكنج من المعادله الفوقانيه دي، وبتاخد بريكنج فورس في الاتجاه العمودي على الاتجاه الطولي. قيمه البريكنج فورس ده بناخدها 25% من البريكنج فورس في الاتجاه الطولي، يعني حصلت على بريكنج فورس في الاتجاه الطولي طلعت 40 طن، يبقى هحط 40 طن في الاتجاه الطولي وكذلك 25% من 40 طن يعني هتبقى 10 طن في الاتجاه العمودي على الاتجاه الطولي، وبالتالي بكده البريكنج خدت تو فورسز، فورس لونجيتودينال وفورس ترانسفير. برضو احدى الفورسز اللي ممكن تتواجد عندنا وقلنا مش هناخد عليها ابلكيشن برضو في الكورس بتاعنا اللي هي الكيرفد بريدجز. في حاله الكيرفد بريدجز المفروض بيبقى في عندك سنتريفيوجال فورسز، راديال فورس بتحصل عليها برضو من الجدول اللي قصادك دوت، بيعتمد على نص قطر الانحناء الكيرفد بريدجز. لو نص القطر اقل من 200 متر بيبقى قيمه السنتريفيوجال فورس بيساوي 0.2، يعني عباره عن 20% من الفيرتيكال لود. والفيرتيكال لود دي كود قال لنا هناخد التراكس لود فقط لا غير. يعني انا مثلا عندي عرض الكوبري 9 متر يبقى ينفع 3 تراك، 3 تراكس يطلعوا فوق الكوبري اللي هو 60 و40 و20، يبقى هاخد 20% من مجموع الثلاثه دولت اللي هي 60 زائد 40 زائد 20 طن. اللي انا كاتب مثال تحت هنا لو نص قطر الانحناء 300 يبقى المعادله الثانية اللي موجودة في الجدول هنا اللي هي كيو بيساوي 40 كيو في على ار، الار ده هيبقى نص قطر الانحناء اللي هو 300، الكيو في ده الفيرتيكال لودز بتاعت الايه بتعتمد على عرض الكوبري قد ايه؟ هل عرض الكوبري بتاعي 6 متر ولا 10 متر ولا 8 متر؟ ومن هنا بحدد عدد اللينز. لو هي اوريدي 10 متر يبقى ينفع 3 لين يطلعوا فوق الكوبري، يبقى اجمع 60 زائد 40 زائد 20 120، اعوض في المعادله دي بقى 40 في 120 على نص قطر الكيرفيشن. لو عندي 2 لينز فقط لا غير هجمع 60 زائد 40 اللي هي 100 واعوض فوق هلاقي 13 طن. عندنا برضو الفاتيج افكت، ودي بصراحه الافكت بتاع الفاتيج ده حاجه. ايوه باشمهندس لو سمحت، لو عرض الكوبري 6 متر ايوه هاخد 2 تراك ولا تراك واحده؟ لا 2 بس كده، مش هيبقى فيه يعني مش عرض الحاره الواحده 3 متر؟ مظبوط، 3 و 3 6 ما عندناش مشكله خالص. لو اوريدي ما فيش مشكله، بدل ما هي 6 في... متر لو كانت 5 متر 90 يبقى هتاخد يبقى تاخد عربيه واحده، 6 متر 10 او 6 متر تاخد عربيتين. تمام يا دكتور فندس. تمام يا دكتور، شكرا. اوكي الفاتيج لودز، ايه هو تعريف الفاتيج يا جماعه اللي احنا عرفناه السنه فاتت في ستيل 1؟ هو الفاتيج اوريدي نتيجه وجود ريبيتد لودز عندي، ان ممكن يبقى عندي ديد لود وما عنديش بعد كده يجي اللايف، وبعد كده اللايف ما يبقاش موجود الساعه مثلا 3 الفجر مثلا ما فيش ولا عربيه فوق الكوبري، فيبقى السترينج اكشنز على كل عناصر الكوبري نتيجه الديد. اجي تاني يوم الساعه 12 الظهر هيبقى فيه فول لودد فوق الكوبري، العربيات محمله فوق الكوبري كامله، وبالتالي في الماكسيمم مومنت نتيجه اللايف لودز، وبالتالي يبقى انا عندي ريسايكليك لودنج، عندي احمال بتيجي بقيمه ماكسيمم وبعد كده بتتغير تبقى قيمه مينيمم.
ده بيؤدي الى حدوث كراك بروباجيشنز. الكراك بروباجيشنز دي بتبتدي ليه وبتدي فين؟ هي اثناء عمليه تصنيع الستيل اليمنتس، اثناء الرولينج والكاتينج والدريلينج والويلدينج، اثناء عمليه الفابريكيشنز بيبقى في فاين كراكس في المعدن. انا مثلا بعمل خرم المسمار، واثناء عمليه الخرم المسمار ده بعمل دريلينج ليه بتاع المسمار، فتحه المسمار، بلاقي ان في فاين كراكس بتحصل حوالين الفتحه. ده بيؤدي الى ايه؟ وجود كراك بروباجيشنز بتحصل مع الريسايكل كلودينج، مع وجود الديد وعدم وجود، مع وجود الديد وبعد كده يجي اللايف او اللايف مش موجود. فبلاقي الفاتيج افكت بيعتمد على الفرق بين الماكسيمم ستريس والمينيمم ستريس اللي احنا بنسميه ايه؟ بنسميه الاكشوال ستريس رينج. طبعا الكيس لو كانوا الاثنين تنشن سايت هيبقى الفرق بين الماكسيمم تنشن والمينيمم تنشن، لكن لو عندي ناحيه تنشن وقلبت لكمبريشن ده بيديني تاثير اعلى، لان الفرق غالبا هنا هيبقى كبير جدا من الماكسيمم تنشن الى الايه؟ الى الكمبريشن. انا هقول بلس مثلا 2 طن ماينس 1 طن، هلاقي هنا الفرق يبقى 3، لكن هنا لو قلت 2 ناقص 1 هيبقى الفرق ب 1. وبالتالي تاثير السي ستراكشر ناحيه التنشن سايد بيتاثر جدا. لو عندي نقطه في اي قطاع حديد الاستريسز كانت تنشن في كيس وقلبت لكمبريشن في كيس ثانيه، او تغيرت من الماكسيمم الى المينيمم على نفس النقطه ناحيه التنشن سايد. الكود اتعمل ازاي مع الفاتيج؟ الكود قال لك في الفاتيج اسسمنت ميثودز في تو ميثودز، في ميثودز سماها دامج تولرانت ميثود، وفي ميثود سماها سيف لايف ميثود. لو اوريدي الكود هيتعمل له مينتنانس بصوره مستمره، ريجولار مينتنانس. وكذلك لو انت كديزاينر حققت ان لو اي اليمنت في الكوبري ده حصل له فيلير يقدر يحصل ريديستريبيوشن لللود وما يحصلش دامج للكوبري، يبقى انت كده في ناحيه الايه؟ الدامج تولرانت ميثودز. لكن لو انا اوريدي مش ضامن وجود ريجولار مينتنانس او انسبكشن على الكوبري بتاعي، وان انا متخوف ان ممكن يحدث فيلير لو حصل مثلا ممبر معين حصل له فيلير يؤدي الى فيلير في الكوبري باكمله، فانا بروح دايما ناحيه الايه؟ السيف لايف. الفرق بين السيف لايف بصراحه والدامج هي السيفتي فاكتور اللي باخدها في الالاب والفاتيج ستريس رينج. السيف لايف باخد سيفتي فاكتور 35% زياده عن الدامج تورنت، وبالتالي عشان كده بيكون الفاتيج كريتيكال جدا عندنا في الكباري. احنا هنشتغل مع بعض على السيف لايف ميثودز اللي هي الكيس اللي هي الكريتيكال زي ما هنشوف مع بعض كمان شويه. الكود عندنا تعامل مع الفاتيج، قال لك الفاتيج عباره عن جزء خاص بالاكشوال فاتيج ستريس رينج وترم خاص بالالاول فاتيج ستريس رينج. الالاول ده اللي هو دلتا سيجما سي بتجيبه من الكود المصري وبتقسمه على جاما اف. الجاما اف دي او جاما ام اللي هي ديبند على الميثود بتاع الاسسمنت اللي احنا قلناه من شويه، اللي احنا هنشتغل على السيف لايف، وفي السيف لايف الجاما ام 1.35، ودي هنجيبها من تيبل اللي هي الالاول فاتيج ستريس رينج. طب الاكشوال فاتيج ستريس رينج اللي هو الفرق بين الماكسيمم والمينيمم، لا الدلتا سيجما دوت هو اللود فاكتور هنا في الفاتيج هناخده بواحد، والدلتا سيجما ديت بتتجاب من معادله رصدنا ديت اللي هي لامدا في الفاي 2 في دلتا سيجما. فاي 2 يكون مديها لنا بواحد في حاله الرود واي بريدجز، ولامدا بنجيبها من الشارت موجوده في الكود المصري، بتعتمد على نوعيه الكوبري، النمبر اوف فيكلز بتتحرك فوق الكوبري. فالكود ادانا دايركت تشارت بنقدر نحصل منه على ايه؟ على لامدا. ودلتا سيجما اللي هي الاكشوال بقى فاتيج ستريس رينج اللي هو الفرق بين الماكسيمم ستريس والمينيمم ستريس، ده انت بتحصل عليه عند النمبر اوف ستريس سايكل 2 في 10 اس 6 اللي هي اوريدي الكود اللي انا عليه. قيمه اللامدا بتخش انت على طول هنا ديبند على السبان بتاع الكوبري بتاعك. انا عندي السبان بتاع الكوبري بتاعي 40 متر، هخش كده 40 متر اطلع كده لفوق
هلاقي اللامدا بكام؟ باتنين. طب عندي الاسبان ب 20 متر، لا خلاص يبقى انا واقع على الايه الانكلايند لاين ده، هطلع بال 20 متر واقوم جايب قيمه الايه قيمه اللامدا، اضرب اللامدا دي يعتبر اكني بالظبط بزود الفرق بين الاكشوال ستريس بين الماكسيمم اكشوال ستريسز والمينيمم اكشوال ستريسز بقيمه فاكتور لامدا اللي هي اوريدي بتعتمد على الفاكتورز موجوده قصادنا ديت، اللي هي بتعتمد على الترافيك، الترافيك فوليوم، الديزاين لايف بتاع الكوبري بتاعي. انا عامل حسابي على اللايف بتاعي دوت، الكوبري بتاعي هيقعد 50 سنه 80 سنه 100 سنه 120 سنه، وبالتالي الفاكتور ده بنتاخد اقل حاجه ليه 2 اهو، مع سبانز اكتر من 25 متر بلاقي ان اللامدا دي ب 2، وبالتالي يبقى كان انا بجيب الاكشوال فاتيج ستريس رينج اللي هو الفرق بين الماكسيمم والمينيمم واضربه في فاكتور اكتر من واحد اللي هو بيبقى مينيمم 2 وماكسيمم 2.5. طبعا هنا الكود مديني الدياجرام ده ومديني دياجرام وراه برضو، بس ده خاص بالكونتينوس مين جيردرز، عشان كاتب لك هنا عند الايه السبان لينث ات سبورت. ده لو عندك كونتينوس ايه كونتينوس بريدج دي مش هنطبقه عليه، لكن هنطبق الايه التشارت ده اللي هو عباره عن من 10 متر لغايه 25 متر هتجيبه من الانكلاين دوت من المعادله اللي قصادنا دي اللي هي 2.5 ناقص نص في ال ناقص 10 على 15، واكتر من 25 متر لامدا هتبقى ثابته بكام؟ ب 2 متر. خلاص هضرب اللامدا بقى في الستريس فرق الستريس، او جايب الدلتا سيجما اقارنها بقى بالايه بالفرق بين الالابول على جاما ايه على جاما ام، وقلنا فاي 2 ايه فاي 2 هناخدها بكام؟ بواحد في الرودوي بريدجز، ودلتا سيجما قلنا خلاص الفرق بين الماكسيمم ستريس ناقص الايه ناقص المينيمم ستريس. بالنسبه للالاول فاتيج ستريس رينج ده بيعتمد على الديتيل كاتيجوري، يعني انت اصلا صنعت القطاع بتاعك ازاي، هل انت مستخدم قطاع هوت رولد سيكشنز ولا مستخدم قطاع ويلدد سيكشنز. طب لو انت مستخدم قطاع ويلدد سيكشنز اسلوب الويلدنج تم ازاي، هل عندك مستخدم في القطاع بتاعك فلانجة واحدة ولا فلانجة وفوقها كفر بليت ويلدت في الفلانجة، كل ده بيتغير على أساس دلتا سيجما سي اللي هي الألاو الفاتيج ستريس رينج، وده موجود عندنا هنا في الجدول اللي وصلنا ده. بلاقي ان انا عندي هنا في حالة الهوت رولد سيكشنز او الهولو سيكشنز بلاقي ان اللامدا دلتا سيجما سي دي بيساوي 160 نيوتن بر مليمتر سكوير، خلي بالك 160 نيوتن على المليمتر مربع، وبالتالي هنا ما تنساش لو احنا قسمنا طبعا ده على 100 هتدينا 1.6 طن على سنتيمتر سكوير، نتيجه احنا كلنا شغالين طن ايه طن سنتي. هلاقي الجدول بقى فيه فاليوز اخرى موجوده في الجداول هنا ديبند على الكيس اللي انت بتتعرض لها، سواء كانت ويلدد سيكشنز سواء كانت بايبس سواء كانت بليتس هتلحم فيها بليتس ثانيه، بتعتمد على نوع المسمار نفسه، هل الفلانج بتاعتك فيها فتحات مسامير ولا ما فيهاش فتحات مسامير، كل دي مذكوره ان ديتيل في الكود المصري. احنا خلال الكورس بتاعنا بصراحه انا كتبت لك الحاجتين الاساسيين اللي احنا هنتعرض ليهم، يعني اما هوت رولد سيكشنز فهتخش في ديتيل كاتيجوري A وبالتالي هيطلع الاستريس 1.6 طن على سنتيمتر سكوير، يا اما هتكون كاتيجوري بي او ديتيل بي وهو ده عباره عن الكورسبوندنج للويلدد سيكشنز، وده هناخد الدلتا سيجما سي 1.25 طن على سنتيمتر سكوير. وقلنا اوريدي ان الجاما ام ده هناخدها الكورسبوندنج للسيف لايف ميثودز اللي هتبقى عباره عن ايه 1.35، وبالتالي يبقى انت هتاخد ال 1.6 تقسمه على 1.35 تجيب بقى الترم دوت، وبعد كده الناحيه دي هتقوم جايب الفرق بين الماكسيمم ستريس والمينيمم ستريس تضربه في لامدا ومنها تقارن بقى الايه الاكشوال فاتيج ستريس رينج بالالاوبل فاتيج ستريس رينج. خلي بالك برضو الكود ادانا عربيه مخصوصه هنحصل منها على الفاتيج سترينج اكشنز. الفاتيج لود موديل هي العربيه اللي قصادنا ديت، عربيه غير العربيات خالص اللي احنا هنشتغل عليها وهنحصل منها على الماكسيمم لايف لودز اللي هي العربيه 60 طن و
ال 40 طن ال 20 طن دي هنحصل منها على الماكسيمم مومنت ديو تو لايف لودز. لكن العربيه ديت اللي هي ابعادها ايه المسافه بين العجلتين الاماميتين متر 20 والخلفيتين متر 20 ومسافه بين العجل الامامي والخلفي 6 متر وكل عجله من العجلات ديت حملها كام؟ حملها 6 ايه 6 طن حملها 6 طن. وبالتالي يبقى مع ذلك انت كديزاينر هتعمل كيس فلودنج مرتين، مره تحط العربيات الاولانيه خالص تحصل على ماكسيمم لايف لودز، وترجع تاخد العربيه بتاعه الفتيج تحطها على الكوبري بتاعك عشان تحصل على الماكسيمم مومنت نتيجه الفتيج. برضو هنتعرض للويند لودز، بس الويند لود ملي مش هنتعرض لها في الترم الاولاني، هناخدها مع بعض في الترم الثاني اللي هنجمع على طول جميع الويند لودز والبريسنج سيستم اللي بيأثروا على الرود واي بريدجز والكومبوزيت بريدجز والتراس ريل واي بريدجز. يعني الثلاث كباري هتاخدهم دايركت مره واحده في الترم الثاني، تاثير الويند لودز على البريسنج سيستم بتاع الكباري. بس احنا هنتكلم مع بعض بسرعه كده التغيرات الموجوده في الويند لودز على الكباري ريليتيف للستيل 1 اللي انت اتعلمتها السنه اللي فاتت. هي المعادله هي هي، الويند بريشر بيساوي الفاكتورز اللي بيعتمد على الشيف فاكتور اللي في الكود عندنا سماه سي اتش او سي في على حسب تحصل على الهوريزونتال ويند كومبوننت او الفيرتيكال ويند كومبوننت. في السي اس ده فاكتور بيعتمد على القطاع، لو بوكس جيردر بناخده ب 1.2 لكن جميع الكباري الثانيه بناخدها بواحد. وكده اللي هو الاكسبوجر فاكتورز اللي هو بيعتمد اوريدي على منسوب الكوبري بالنسبه لسطح الميه او سطح الارض. والكيو ديت اللي هي الويند انتنسيتي اللي انت خدتها السنه اللي فاتت بيعتمد على الويند سبيد وعلى مكان الكوبري، هل الكوبري موجود في القاهره، في الاسماعيليه، في المنيا، في سانت كاترين، في مرسى مطروح، على حسب المكان اللي بيتواجد فيه الكوبري بتاعك على حسب ما بتتغير قيمه الايه الكيو او الويند انتنسيتي. قيمه الكيو بتتجاب من نفس المعادله اللي انت خدتها في ستيل 1 اللي هي 0.05 رو، رو دي كثافه الهواء اللي انت خدتها بواحد وربع. الفي اللي هي الويند سبيد فور 3 سكند بيريود ات 10 متر ليفل، ودي كلها موجوده في تيبلز موجوده في الكود المصري. يعني عندنا الويند سبيد مثلا في القاهره 30 كيلو، في اسكندريه 33، في مرسى مطروح او سانت كاترين 39، على حسب كل مدينه عندنا في القاهره بتدينا الكود بتاعنا الويند سبيد، ومنها بنعوض هنا عشان نجيب الويند انتنسيتي. وبعد كده التو فاكتورز التانيين دولت اللي هو اس بي والسي تي. اس بي ده بيعتمد هل انت عندك كوبري رئيسي ولا كوبري ثانوي، لو كوبري رئيسي بناخده 1.2 لو كوبري ثانوي بناخده 1. والسي ده اللي هو الفاكتورز بيعتمد على التوبوغرافيه بتاعت الارث نفسه او السيرفس اللي بيقام عليه الكوبري. لو انا عندي اوريدي بلين ايرث يعني الارض عندي مسطحه او فيها انكلاينيشن بنسبه اقل من 5% السي تي بيبقى بواحد. لو اوريدي ارضيه الكوبري نفسها او اللاند سكيب حوالين الكوبري اوريدي في انكلاينيشنز اكتر من 5% زي في حاله الكباري مثلا، كوبري بيعدي في زي في حاله الجبال او الفاليز الوديان، ده بيكون في بعض الاحيان انكلينيشن كبيره جدا للكوبري بتاعك، وبالتالي ساعتها هتاخد ستي فاكتور اكتر من واحد، وده موجود في الايه في الكود الاحمال بتاعنا. الكيس فلودنج نفسها بتاعت الويند برضو احنا هنتعرض للثلاثه كيس فلودنج. كيس اللي هي لودد بريدج يعني في عربيه فوق الكوبري، لو في عربيه فوق الكوبري المفروض باخد الاريا اللي عليها ويند هي ارتفاع المين جيردرز بلس ارتفاع العربيه اللي فوق الكوبري. الكوبري عندنا اللي انا هتفترض ان عندك ارتفاع عربيه 3 متر موجوده في الفول سبان بتاع الكوبري. طب لو كان عندك كوبري شايل خط سكه حديد الارتفاع القطر ساعتها هتاخده 3.5 على الفول سبان كله، ولو كان كباري مشاه هتاخد الارتفاع ده متر 80، وده موجود في الجدول اللي تحت اهو كباري طرق
كباري مشاة كباري سكة حديد، العمق المكافئ اللي هو الدي ام اللي هيبقى عليه الويند هيبقى دي زائد 3 دي زائد متر 80 دي زائد 3.5. الكيس الثاني اسمها انلودد بريدج، يعني هنفترض دلوقتي ان الكوبري بتاعي معلوش ولا عربيه، مفيش حاجه ماشيه فوق الكوبري خالص. هاخد قد ايه بقى الارتفاع؟ لو انا عندي حاجز اللي هو الهاند ريلز سوليد مقفول تماما باخد الدي، هو الدي 2 لغايه اعلى نقطه في الهاند ريلز اللي هي دي حاجز مصمت. لكن لو اوريدي عندي اوبن هاند ريلز باخد دي 1 هي الارتفاع لغايه الجزء المصمت بس اللي موجود في الايه في المين جيرز. برضه الكود قال لنا على حاله ثالثه كمان during construction. يعني ايه during construction؟ يعني اثناء عمليه التنفيذ نفسها لازم انت كونسيدر ده في الاعتبار، لان اثناء عمليه التنفيذ لازم تتاكد ان الويند بريسنج نفسها تقدر تشيل الايه الويند لود اللي ممكن يجي لاترالي اثناء عمليه التنفيذ وقبل اوريدي ما صب الايه وقبل ما صب البلاطه الخرسانه. السلايد هنا بيوضح بقى الجداول المختلفه اللي موجود في الكود اللي انت زي ما قلت لك هتطبق على الويند لود بس في الترم الثاني مش في الترم الاولاني، اللي هي قيمه بقى الكي اخدها بكام. عاده بنفترض ان احنا الويرست خالص ان احنا عندنا منطقه الف، ان انا الكوبري بتاعي في منطقه مفتوحه تماما، المنطقه اوريدي جيم لو انت بتعمل كوبري داخل القاهره وعندك حواليها مباني من كل حته، ودي منطقه متوسطه. عندك بقى الارتفاع نفسه بتاع الكوبري عن سطح الارض من 0 ل 10 ولا من 10 ل 20 ولا من 20 ل 30 هتاخد الايه الكيل كورسبوندنج ليها، بيعتمد على التوبوغرافيه بتاعه الارض. الميل عندي اقل من 5% واحد، لا والله انا عندي الارض حوالين الكوبري مش مستويه ومايله بنسبه 10% يبقى 1.2، بنسبه 15% 1.4 وهكذا. الويند سبيد اهو مرسى مطروح 42، السلوم 39، اسكندريه 36، القاهره 30، المنيا والمنصوره 30 وهكذا. يعني ده تعتبر الفاكتورز اللي احنا المفروض هنتعرض لها اثناء حساب الايه الويند لود على الكباري. برضو من ضمن الاحمال اللي هي السكندري لودز اللي هي ممكن يتعرض لها الكوبري او بيتعرض لها الكوبري طبعا بصوره مستمره ولازم ده كونسيدر في الاعتبار، اللي هو التمبريتشر تشينج او تشينج اوف تمبريتشر سواء كان يونيفورم تشينج او نون يونيفورم تشينج. لو يونيفورم تشينج يبقى عندك مره تاخد كيس بلس 30 درجه ومره كيس ماينس 30 درجه، وكذلك النون يونيفورم تشينج مره تاخد بلس اور ماينس فوق 15 درجه وتحت صفر. طبعا كلنا عارفين لو هو اوريدي عندي بلس فوق او ماينس تحت صفر بيتولد اكسل فورس مع بيندنج مومنت، لكن هنا غالبا بيتولد فقط اكسل فورس في الايه في الاتجاه الطولي. واحد يقول طب انا لو عملت ريليز للحركه في الاتجاه الطولي ايه لازم تاخد التمبريتشر عشان تصمم الاند بيرنجز؟ يعني لازم اوريدي تحصل تاخد الكيس تمبريتشر في الاعتبار وتحصل على الديفورميشنز في الاتجاه الطولي للكوبري بتاعك. لقيت مثلا الاتجاه الطولي المفروض الاند بيرنجز ده يتحرك بقيمه 3 سم، يبقى لازم انت الاند بيرنجز اللي انت هتركبها لازم اوريدي تصممها بحيث ان يكون في لونجيتيودنال ديسبيسمنت بقيمه ال 3 سم او 30 مللي اللي طلعت معاك من الايه من حسابك للديفورميشنز الناتجه من ايه من التشينج اوف تمبريتشرز. برضه عندنا حاجه في الاحمال. هتقابلنا ايوه باشمهندس؟ هتقابلنا تصميم التمبريتشر في السنه دي؟ لا لا لا، كل يعني يعني اكتر من 50% من الاحمال اللي بقولها دي كلها هي المعلومات ليك انت كديزاينر، بس مش هناخد ابلكيشن عليها، هناخد ابلكيشن على الديد واللايف والويند. باشمهندس؟ ديد ولايف ويند، وطبعا الفاتيج ده حاجه اساسيه، ده مش سكندري لودز. الفاتيج ده حاجه اساسيه لازم طبعا هناخدها في الاعتبار، لكن التمبريتشرز مش هنتعرض لها، لا هي ولا السنترفيوجال فورسز ولا البريكنج فورسز. ماشي يا فندم؟ عندنا برضو في عندنا برضو كيس فلودنج ثانيه موجوده برضو في الاحمال الكباري، انت كديزاينر لازم تفكر فيها، بس دي انت كونسيدر انت بتصمم الاباتمنت وانت بتصمم الاند بيرنجز، اللي هي حاجه اسمها فريكشن ريزيستنس اوف اند بيرنجز. اثناء عمليه الحركه الافقيه
بيكون في فريكشن بين الاند بيرنجز والاباطن اللي تحتها. الفريكشن ده بيؤدي الى تولد فورس افقيه. الفورس طبعا دي قيمتها مش ضخمه يعني بتبقى حوالي 3% 5% من قيمه الفيرتيكال ديد لود، وفي بعض الاحيان في انواع معينه من الاند بيرنجز بيطلق عليه كاست ايرون ستيل ممكن توصل ل 25% من الرياكشنز الرئيسيه. هستفاد منها ايه دي؟ دي بنصمم عليها الاباطمنت الخرسانه. يعني انت بيبقى عندك في بدايه ونهايه الكوبري في اباطمنت خرسانه شايله الكوبري بتاعك، لازم تراعي ما تنساش ان اي نعم عامل رولر سبورت لكن في شويه فريكشن، شويه الفريكشن ده بيجيب هوريزونتال فورس، لازم كونسيدر ده في تصميم الايه؟ في تصميم الاباطمنت. وبرضه دي مش هناخدها مع بعض في الكورس بتاعنا. واخر حاجه عندنا طبعا الاحمال اللي هي السيزميك لود والشرينكج. وطبعا هي الكباري الستيل دايما بيكون الهوريزونتال لودز ديو تو ويند لود عاده مور كريتيكال عن الايه؟ عن السيزميك. وطبعا احنا مش هنتعرض للسيزميك برضو في الكباري بتاعك زي ما قلت، هنتعرض فقط للايه؟ للويند لود على البريسنج سيستم. برضو في الشرينكج اوف كونكريت، لازم وانت بتعمل ديزاين للخرسانه لازم كونسيدر برضو الايه؟ الشرينكج والكريب اللي بيحصل الايه؟ للكونكريت في تصميم البلاطه الايه؟ في تصميم بلاطه خرسانه. اخر حاجه اللود كومبينيشنز. انت الكود بصراحه الكباري اسهل بكتير من كود المباني. هي الكيس الرئيسيه او اللود فاكتور الرئيسي اللي هتاخده في جميع الديد وجميع اللايف هو قيمه واحده فقط لا غير، مذكوره في الكود بتاعنا اللي هي 1.35. يعني انت المفروض هنا تاخد 1.35 الديد لود او اي سوبر امبوزد لود، فلور كفر، هاند ريلز، جميع الديد لود اللي موجود على الكوبري بتاعك بيدرف 1.35. كذلك اللايف لودز سواء كانت لايف لود جايه من كيس فلودنج واحد او اثنين او ثلاثه او بريكنج فورس او سنترفيوجال فورس كلها بضربها في كام؟ بضربها في 1.35. وبالتالي انا هنا كديزاينر عايزكم تركزوا في النقطه ديت، ان احنا واحنا بنصمم السترينجر والكروس جيردر والمين جيردرز مش هناخد اللود فاكتورز بتاعه ستيل 1، هناخد اللود فاكتورز الموجوده في كود الكباري اللي هي 1.35 الديد بلس 1.35 اللايف. معلش مهندسين دي نقطه مهمه جدا لازم نركز فيها. احنا كده خلصنا الجزء الاولاني بتاعت الليكتشرز بتاعتنا اللي اتعرفنا على الاحمال بوجه عام على الكوبري بتاعنا. حتى عنده اي سؤال بالنسبه للاحمال اللي احنا قلناها؟ تمام يا دكتور. اوكي طيب. بص احنا دلوقتي هنعمل ابلكيشن على اول ستيل اليمنت اللي هي السترينجر. عايزين من الاحمال اللي احنا شفناها ديت طبعا احنا عايزين دلوقتي نحسب المومنت نتيجه الديد لود والمومنت نتيجه اللايف لودز والمومنت نتيجه الفاتيج لودز على كمره السترينجر. بس هو هنكتفي كده النهارده، وبعد كده في التوتوريالز في السكشنز هيكملوا معاكم كمان الكروس جيردرز. فبالنسبه للسترينجر نشوف مع بعض اول ابلكيشن بقى لتصميم اول ستيل اليمنت. انا عندي السترينجر ده، السترينجر ده سبورت بيتكرر كاميرا ثانويه بتتكرر كل مسافه. هنا انا مثلا فرضت عرض كوبري 12 متر وبالتالي حطيت كاميرا سترينجر كل 2 متر وبالتالي المسافات كده بقت 6 في 2 ب 12. السترينجر ديت سبورت على الكروس جيردر. بعد كده فوقيها شايله ايه؟ شايله السترينجر عليها بلاطه خرسانه. فرضت انا سمك البلاطه خرسانه 20 سنتي وفرضت ان في هنش بين البلاطه خرسانه والسترينجر قيمته 5 سنتي. غير البلاطه خرسانه فوق البلاطه خرسانه في اسفلت، في فلور كفر. وكذلك هتيجي بعد كده العربيات تتحرك فوق الكوبري. فاول حاجه لو جيت بصيت على الديد لودز
ديد لودز عندي ادي فلور كفر قيمته كام؟ بنفترض تقريبا 175 كيلو جرام بالمتر سكوير. يعني هنا خدت متوسط بين 150 و200. بعد كده البلاطه الخرسانه افترضت عشان دي 2 متر خدت سمك بلاطه الاسبان على 10 اللي هو 20 سنتي، وال5 سنتي بتاعت الهونش دي انا سيحتها على قيره الكوبري كلها فافترضت انها هتدي افريج 1 سنتي اللي هي 5 سنتي الهونش، وبالتالي يبقى كده عندي سمك البلاطه المتوسطه اللي شايلها السترينجر 21 سنتي اللي هي 20 زائد 1. بعد كده عندي الاون ويب بتاعت السترينجر. الاون ويب بتاع السترينجر عاده بناخدها في رينج من 100 ل 150. انت ممكن لو عندك سبان مثلا السترينجر 4 متر ممكن تقرب من 100، عندك سبان سترينجر 6 متر قرب من 150، في النص خد رقم بتوين الايه بتوين الاثنين. وبالتالي السترينجر ديت البلاطه متشاله الاحمال عليها وان واي في اتجاه السترينجر، فخدت اول فلور كفر بلس تخنت البلاطه في جاما كونكريت ضربتها في السبيسنج بين السترينجر الايه جمعت عليها الاون واي بتاع السترينجر جبت الدبليو ديد لود. وفي النهايه خالص هقول المومنت دبليو في اس سكوير على 8 والشير دبليو في اس على 2. عوضت بالابعاد، انا عندي واخد الابعاد هنا 2 متر وسبان السترينجر واخدها 4 متر 60، فعوضت هنا بالفلور كفر 0.175 بلس 0.21 في جاما كونكريت 2.5 في 2 اللي هي السبيسنج بين السترينجر اديتني 1.5 طن على المتر. بعد كده المومنت نتيجه ديد لود بيساوي 1.5 في 4.6 سكوير على 8 طلعت ب 4 ايه 4 متر طن. ده بالنسبه للديد لودز. حد عنده سؤال في جزئيه ديت مش هنسين؟ لا تمام يا دكتور. اوكي اللايف لودز دلوقتي بقى نحط الاحمال ازاي على على التراكس، نحطها ازاي على السترينجر. هكبر كده بس البلان حوالين ال نروح كده قريب شويه من البلان بتاع اللايف لودز. انا عندي هنا اوريدي الخطوط السوليد دي بالنسبه لي دي كلها اللي ماشيه في اتجاه الطول دي هي السترينجر. هجيب العربيات بقى وهتتحرك فوق الكوبري، فهاخد اي انترميديت سترينجر احط عليها ايه اكبر ويل لود. انا عندي اكبر ويل لود هو ايه ال 15 طن اللي هو الناتج من العربيه 60 طن. 60 على 4 عجلات يبقى كل عجله ب 15، يبقى السترينجر اي انترميديت سترينجر حطيت عليها عجلتين ايه. بعد كده العجلتين بتوع اللين التانيين اللي هي بتاعت ال 40 طن هيبقوا على بعد متر من السترينجر اللي انا حاطط عليها ال 15 طن، هيبقى عندي 10 اهي وطن متر من ال 15 طن. بعد كده على بعد ال 2 متر هناك خالص التاني العجلتين التانيين اللي هم 15. وبالتالي هصمم السترينجر دي ازاي؟ هفترض ان الاحمال على طول بتاعت العجل ده بينتقل دايركت على طول الى السترينجر وان واي على طول في اتجاه السترينجرز. فهاخد شريحه عرضها 1 متر اللي هو يعتبر سيكشن 1 بيمر بالعجل وعمودي على السترينجر عشان اجيب الرياكشنز اللي هينعكس على السترينجر. هي دي الشريحه التحتانيه دي بقى اهو، خدت الاحمال اهي، خدت سيكشن عمودي على السترينجرز، دي سترينجر في النص والسترينجر اللي على يمينها وشمالها على بعد A و A. الحمل بتاع العجلة ال 60 طن اللي هي لين 1 15 طن، وعلى بعد 2 متر في العجلة التانية، وعلى بعد متر من الناحية التانية المتر ده اللي هو نص متر من الناحية دي ونص متر من الناحية دي بتاع العربيتين هتبقى 10 طن. أقوم جايب الرياكشن هنا تحت. والله هنا على حسب بقى المسافة بين السترينجر، لو كانت أصغر من 2 متر ال 15 طن دي مش هتجيب الرياكشن هنا، يعني كده كده الرياكشن بتاعت ال 15 الاولانيه ديت دايركت هتروح على السترينجر، لكن ال 15 البعيده دي هتجيب لي رياكشن هنا ولا لا؟ بالنسبه لتناسب البعد بقى. والله المسافه دي بين السترينجر ايه لو كانت اقل من 2 متر يبقى ال 15 دي هتخرج بره الاسبان اصلا بتاع البلاطه، فمش هتخرج مش هتجيب لي الرياكشن على السترينجر في النص. هنيجي هنا نبص على الكيس رقم 3 دي، افترضت ان الاي اكبر من 2 متر، فهنا مثلا ايه ب 2 متر 20 وال 15 الثانيه دي على بعد 2 متر، يبقى الرياكشن هنا
هيبقى 15 بلس جزء من ال 15 الثاني ده بالنسبه وتناسب. كانك بتاخد عزوم هنا تقول 15 في 0.2 على 2.2. نفس الكلام بالنسبه لل 10، ال 10 دي هيبقى ليها رياكشن على السترينجر دي تقوم جايبه. لو المسافه اوريدي على فكره بين السترينجر 2 متر بيطلع رياكشن عندك 20 طن. وبعد كده على حسب بقى المسافه ايه، لو اقل من 2 متر بيطلع رياكشن اقل من 20، ولو اكتر من 2 متر بيطلع رياكشن اكبر من 20 طن. طيب الرياكشن لو افترض دلوقتي انا عندي مسافه 2 متر رياكشن 20، ممكن ان حد يقول لي كده كام رياكشن 20 طن هينعكس على السترينجر اللي انا واخدها في الاعتبار اللي هي الكريتيكال سترينجر دي؟ هاش هنسين كام رياكشن هنعكس عليها؟ عشرين في 4.6. جبت منين الاربعة بوين ستة دي؟ طول السترينجر كله. لا مش مظبوط يا باشمهندس، لا دي بوينت لود مش يونيفورم لود. خلي بالك يا باشمهندس، ال 15 طن دي مش حمل موزع، ده حمل مركز. ها عايزين حد يجاوب لنا بطريقه تانية، كام كونسنتريتد لود هينعكس على اي انترميديت سترينجر، والمسافه بين التو كونسنتريتد لود دول كام؟ 1.2 متر وهنحطها على السترينجر واحد. مظبوط 1.2 متر. ليه؟ الشريحه العجل الصف العجل ده مش هنسين هيعكس كونستريد لود على السترينجر، وصف العجل الثاني اللي على بعد متر 20 هيعكس رياكشن ثاني، وبالتالي كل سترينجرز من اللي هنا عليها 2 كونستريد لودز بس بيتحرك على السترينجر في اتجاه طولي. انا هنا لو المسافه 2 متر بين السترينجرز هيطلع رياكشن 20 طن، يبقى عندي كام لود هينعكس على السترينجر؟ 2، كل واحد فيهم 20 طن، المسافه بينهم كام؟ المسافه بينهم متر 20. احطهم فين بالنسبه للسبان سترينجر؟ هل سنتر التو لودز مع السبان سترينجر؟ هو المفروض بقى انفلونس لاين بقى عشان نعرف اكبر مومنت هيأثر فين. المفروض نجيب انفلونس لاين. طيب هو انت صممت كرين جلدر السنه اللي فاتت ولا لا؟ اصلا لحقنا. طب كرين جلدر كان عليه كام لود بيتحرك؟ كان يا اما واحد يا اما اتنين. لا انت خدت كرين جلدر. لا انا بكلم كرين جلدر مش مونو ريل. اتنين. وفي بعض الكرينز على فكره باربعه لما بيبقى كرينز ضخمه قوي، لكن اقل حاجه بيبقى كرين جلدر كام؟ اتنين. فاكر عملت ايه عشان تجيب الماكسيم مومنت على قامه كرين جلدر لما بيحرك عليها اتنين لودز؟ ممكن اجيب المسافه من هي ربع ال ايوه اللودز ربع نص ايه يعني اللي هي نص المسافه. هي فعلا بتطلع ربع في الاخر. بس فاكرين الكيس لو انا عندي تو موفينج لوب بيتحركوا، بجيب الريزلتنت وانصف المسافه بين الريزلتنت واقرب اكبر فورس. فهنا لو عندي اتنين لودز بينهم متر 20، الريزلتنت هتبقى في النص اللي هي 0.6 و0.6، وبعد كده تنصف المسافه. ده يؤدي بقى زي الباشمهندس ما قال من شويه كده، هنحط واحد من التو لودز ال 20 طن على بعد ربع المتر 20 من الاسبان. وده اللي اتحط بقى في الكيس اللي قصادكم ديت. ايه انا هنا جبت عوضت بالاكزامبل بتاع ليه؟ هي الصوره راحت على فكره. الصوره راحت؟ ليه؟ يعني انت مش شايف السلايد دلوقتي؟ لا يا دكتور، في حد عمل شير للخلفيه عنده غير حضرتك، فعشان كده حصل ان احنا دلوقتي شايفين الحاجه عنده مش عند حضرتك. ايه ده، وفي حد يعرف يعمل شير غير انا؟ في حد داس ريكوست؟ علشان الميتنج مفتوح، كله اكسس فيه، كله يقدر يغير اي حاجه فيه.
يعني دلوقتي مش شايفين حاجة يعني؟ لا. اعمل شير فيديو تاني يا دكتور من جديد. طب كده شايفنا؟ تمام كده يا دكتور. اوكي تمام يا دكتور. تمام كده. اوكي ماشي. طيب احنا كده قلنا المسافة بين السترينجرز خدناها 2 متر، حطينا ال 15 طن هنا و 15 طن هنا و 10 طن التانية، وال 10 طن بتاعت اللين 2 دي خرجت بره خالص، جبنا رياكشن طلعت 20 طن. نفس الكلام اللي عملناه في كونستريد لود هنعمله في اليونيفورم لودز، بس تخلي بالك لين واحد مع حمل موزع 900 كيلو جرام بر متر سكوير، لين اثنين مع حمل موزع 250 كيلو جرام بر متر سكوير اللي هي الكيس بتاعت الكود المصري. فهتاخد هتجيب الرياكشن بتاع 900 وال 250 لكنها بلاطه سيمبل بي مع السترينجرز، تاخد عزوم وتجيب الرياكشن على طول. طلع لنا الرياكشن 20 طن وحمل موزع 1.434. الحمل بقى هنا دولت عباره عن تو موفينج لودز، في البعض بيغلط يسنتر التو لودز مع الميد سبان ويقول هو دي الكيس الماكسيمم. لا للاسف مش هي دي الكيس الماكسيمم. الكيس الماكسيمم انك تجيب الريزلتنت وتنصف المسافه بين الريزلتنت واقرب اكبر فورس وتحطها في الميد سبان. الطريقه دي اكنك بالظبط بدل ما هما تو ايكوال فورس اكنك بتاخد واحد من التو لودز وتحط على بعد ربع المسافه من الميد سبان. انا عندي المسافه متر 20، متر 20 على 4 فيها البوينت 3، فحطيت ال 20 طن على بوينت على بعد بوينت 3، يبقى ال 20 طن الثانيه على بعد متر 20 ناقص بوينت 3 اللي هي تبقى كام؟ تبقى بوينت 9. وفي الاخر تجي لك بقيه المسافات للسبورت بقى، بقيه ال 64 اللي هي السبان بتاع السترينجر والحمل الموزع على الفول سبان. كمان الماكسيمم مومنت ما حدش يجيبه في الميد سبان، الماكسيمم مومنت تحت الكونسنتريت لود اللي قريب من الميد سبان اللي هو على بعد 0.3 من الميد سبان اللي هو نقطه A. فهو M لايف لود زي ايه بيساوي M A بيطلع 39 متر طن. والشير ما جيبش الشير الكورسبوندنج للكيس بتاعت الماكسيمم مومنت، لا احرك التو لودز عند السبورت واجيب الرياكشن، والرياكشن هو الشير على طول اللي هو طلع 38 طن. جبت المومنت نتيجه اللايف لودز والشير، ارجع بقى اضرب على طول الديد في 1.35 والمومنت في 1.35، يبقى جبت الام التيميت، وبعد كده اقوم جايب الشير التيميت ال 1.35 الكيو ديد زائد 1.35 كيو لايف. بعد كده الخطوات اللي هنطبقها بعد كده هي الخطوات اللي انت اتعلمتها في ستيل 1، بس قبل ما نخش في خطوات الديزاين ناقص لنا نحسب ايه يا باشمهندسين تاني غير الديد واللايف؟ في تاني مهم لازم نحسبه؟ الفتيج. الفتيج مظبوط، برافو عليك. الفتيج الكود ادانا عربيه مختلفه عن العربيات التراكس 60 و40 طن. ادانا العربيه اللي قصادنا ديت مكونه من 8 عجلات، كل عجله فيهم ب 6 طن. المسافه بين العجل في اتجاه الطولي اهو، وفي اتجاه العرضي 2 متر، وبعد كده نص متر نص متر. انا دلوقتي لو حطيت السترينجر بتاعتي، السترينجر دلوقتي المفروض في اي واحده من دوت ممكن تبقى سترينجر، هيبقى عليها كام لود؟ ممكن يبقى 1 2 3 4، بس خلي بالك بقى المسافه بين العجل الاماميه والخلفيه كام؟ 6 متر، وانا عندي سبان السترينجر كام؟ 4 متر 60. يبقى عمر العجله الاماميه والخلفيه ما هتتجمع في 1 سبان سترينجر. سليم يا باشمهندسين؟ وبالتالي يبقى اقصى حاجه عندي للسترينجر ان يبقى عليها 2 كونسنتريتد لود. فانا واخد هنا 6 طن، واخد هنا 6 طن، وفي النهايه خالص عملت نفس الكيس عباره عن تو موفينج لودز 6 و6 المسافه بينهم متر 20 اللي هي دي، او حاطط بقى ربع المسافه اللي هي 0.3، احط 6 طن على بعد 0.3 من الميد سبان، اقوم جايب الرياكشن بقى واخد العزوم عن نقطه A. جبت الرياكشن وخدت العزوم عن نقطه A طلعت لي 10 متر طن. 10 متر طن ده نفتكر مع بعض ان احنا لسه هنضرب الفتيج ستريس في فاكتور اسمه لامدا، فنجيبه بالمره من دلوقتي اللي قلت لكم هنحصل عليه من الشرط اللي قصادنا ده، لان احنا بنزود قيمه الفتيج لودز بقيمه لامدا اللي هو قلت لكم الكود بياخد في الاعتبار الديزاين لايف بتاع الكوبري بتاعي
وبياخد كذلك في الترافيك فايكلز اللي بتتحرك على الكوبري ديلي قد ايه. فده عشان كونسيدر الفاكتورز دي. اخش هنا عندي سبانسنج 4 متر 60. 4 متر 60 ده يعني اصغر من ايه؟ اصغر من 10 متر. يبقى لامدا بكام؟ كام يا باشمهندسين لامدا في السترينجر؟ 2.5. يبقى مع ذلك كلنا في السترينجر لامدا مش هتختلف عن 2.5. كلنا لينا نفس الايه؟ نفس لامدا اللي بعد كده هنضربها في الايه؟ في الام لايف عشان نجيب ماكس الماكس اقصى ايه؟ اقصى ستريس. كده حصلنا على كل حاجه، حصلنا على المومنت نتيجه الديد والشير نتيجه الديد والمومنت نتيجه اللايف والمومنت نتيجه الفاتيج لايف. الفاتيج لايف. وبالتالي ساعتها هنبدا نعمل ديزاين للسترينجر. تفتكر نعمل ديزاين ازاي يا باشمهندسين؟ حد فاكر الديزاين بتاع اي كاميرا حديد دلوقتي هي تحولت الى كاميرا ستيل عليها مومنت كام؟ 58 متر طن. سي دلوقتي انا عايز اصمم هوت رولد سيكشن. حد فاكر كده ازاي نصمم كاميرا حديد هوت رولد سيكشنز عليها مومنت 58 متر طن؟ بنصممها از سمبل بيم بقى عادي يا دكتور. مظبوط. اعمل شويس ازاي يا باشمهندس؟ باللي هو بنضرب الزد اكس في الاف يلد عشان الكومبريشن في لانج ممسوكه بخرسانه. مظبوط، برافو عليك، صح كده. يعني انا اوريدي بعمل تشويس على القطاع على طول اللي انا عندي المومنت ده اكتنج التيميت مومنت، وانا عندي القطاع بتاعي هستخدمه هوت رولد سيكشنز. بدل ما هو هوت رولد سيكشنز والكومبريشن فلانج لاترال سبورتد، كل القطاعات الهوت رول سيكشن هي كومباكت سيكشنز، وبالتالي يبقى القطاع بتاعي الكباس بتاعته يقدر يوصل لام ايه؟ لام بلاستيك، والام بلاستيك هي زد اكس بتاعت القطاع في اف يلد. الكود عندنا في الكباري بس بيتعامل مع ستريسز يعني. فهو قال لنا هنا الالتيميت البندنج ستريس الالتيميت اللي هي ام التيميت على زد اكس، وهنا هناخد زد اكس لان القطاع الهوت رول سيكشنز هيطلع معانا ايه؟ هيطلع معانا كومباكت سيكشنز. لازم يكون اقل من الفاي في الاف ان. اف ان ده اللي هو اكنه كروسبوندنج لام ان للنومينال مومنت. هنا هيبقى اف ان بالنسبه لنا هو اف ييلد عشان ما فيش ايه؟ فيش لاترال توشر باكن. وتذكر كمان من حاجه مختلفه عن السنه اللي فاتت، ان فاي السنه اللي فاتت كنت اخذتها في ستيل 1.85، لكن الريزيستنس فاكتور في الكباري 0.8 في البيلدنج. يعني معنى ذلك اكن السيفتي فاكتور زادت 5% عن البيلدنج بتاعت السنه اللي فاتت. انت كنت تاخد السنه اللي فاتت الريزيستنس فاكتور في البيلدنج 0.85، في الكباري 0.8. يا ريت نركز فيها لان في كتير بيغلط في الجزئيه دي. افترضت انا هنا بقى عشان اعمل تشويس قلت خلاص يبقى الفاي في الاف ييلد 0.8 في 2.8 خدت ستيل 44 بيطلع 2.24. افترضت ان زد اكس 1.15 الاس اكس، عوضت هنا بالمومنت على الزد اكس سويتها بالفاي في الاف يلد والنسبه والتناسب على طول جبت الاس اكس طلعت لي 2272. ادي الاكتنج مومنت اللي على عندي، وادي الستريس اللي يقدر يشيله القطاع اللي هي فاي في اف يلد. ورايت في الاعتبار ان الزد اكس بيساوي 1.15 الاس اكس، فده الفاكتور بتاع 1.15. دخلت الجدول اخترت القطاع ال S6 بتاعته اكتر من 2272 طلعت لي 2440 اللي هي اي بي كام؟ اي بي 550. وممكن كذلك نستخدم ستاندرد اي بي 450، يعني دي ممكن ودي ممكن. عاده في السكه الحديد بيفضل الستاندرد اكتر عشان الديناميك بتاع السكه الحديد بيبقى اعلى من الرودوي بريدجز، فبيفضل التخانه الفلانج تبقى اعلى يعني اللي هي 450. في الرودوي بريدجز الاي بي بدل ما هي موجوده واوفر من الستاندرد فبنستخدم الاي بي. بس انت مفيش مشكله خالص انك تستخدم الاي بي او الستاندرد اي بي. لو طلع القطاع مش كافي، احنا عندنا الماكسيمم اي بي 600 مش كافي، تقوم مستخدم ستاندرد اي بي 600 مش كافي، هتضطر ساعتها تخش في القطاعات يا اما اتش اي اي كروس سيكشنز يا اما ويلدد اي سيكشنز، يا اما اتش اي اي يا اما ويلدد اي سيكشن. بس عاده السترينجر لغايه 6 متر بتسيف الستاندرد اي بي اي ستاندرد 600 معاها، يعني عشان تبقى بتحتاج اكتر من كده
يبقى مع ذلك ان انت قررت تاخد السبيسنج بين الكروس جيردر اكتر من 6 متر، قررت تاخدها بس 6 ونص مثلا عشان كيس معين عندك، وبالتالي ده ساعتها هتلاقي نفسك الستاندرد ممكن ما تكفيش معاك اكبر ستاندرد اي بي. بعد ما بنعمل تشويس لازم نعمل تشيك. اول حاجه في التشيك بنعمل ايه؟ طبعا فاكرين السنه اللي فاتت انا فرضت القطاع كومباكت، لازم اتاكد ان هو كومباكت، يبقى اقوم جايب الدي ويب على التي ويب واتاكد انه اقل من 127 على جذر فيلد، واقسم السي على التي فلانج، ولازم اتاكد ان هو اقل من 16.9 على جذر الاف فيلد. اتاكدت من الجزئيتين دولت خلاص يبقى القطاع كومباكت، يبقى خلاص انا اقدر اوصل القطاع ساعتها الام بلاستيك، او لو حولناها الى ستريسز. خلي بالك على فكره لو ضربت الزد اكس ده في الترم اللي هناك ده يا باشمهندس هو ده اللي انت كنت بتعمله السنه اللي فاتت عشان في محدش يتلخبط، يعني لو انا خدت زد اكس ده ضربته في الترم ده يبقى جبت ام بلاستيك، يبقى كان او معنى اخر جبت ام ار اللي هي فاي في ام ان، وبالتالي بقى كان ده المومنت هيبقى اصغر من القيمه ديت. هنا الكود الستيل تعامل مع ستريسز فقسم مومنت على زد اكس اللي هو طلع ب 2 اقل من فاي في اف ييلد اللي هي 0.8 في كام؟ في 2.8. حتى عندنا يا دكتور وراحه دكتور ده على فكره الحاجات دي كلها انت خدتها السنه اللي فاتت يا باشمهندس. طب في حاجه مش مفهومه؟ طيب استاذ حضرتك بس دكتور بس سريع جدا سكشن ولا لا؟ نعم علي صوتك يا باشمهندس. ايه في مثال هيتشرح في السكشن ولا لا؟ في مثال هيتشرح في السكشنز، بس على فكره اللي انا بقول لك ده مثال على فكره. انا فاهم يا دكتور، بس كان في الجزء مثلا حضرتك جبت الستريننج رياكشنز على السترينجر في الاول لما كانت متقسمه المسافات ال 20 طن، وازاي اجيب ال 1.2 وال 0.9 ما كانتش واضحه للدرجه. لا يعني هي حسابات المومنت على السترينجر ده بشانس ده لود ديستريبيوشن على فكره، يعني اللود ديستريبيوشن ده انت عملته قبل كده في ستيل 1 وعملته قبل كده في الخرسانه. الحاجه الجديده يعني انت كنت بتشتغل قبل كده على يونيفورم لود بير متر سكوير، فبتاخد شريحه عرضها متر وبتشوف كل كاميرا شايله قد ايه نتيجه انها وان واي، فالسفه كنت بتاخد اللود بير متر سكوير دبليو تضربه في المسافه بين الكاميرا الثانوي لانها وان واي، فبتقوم جايب اللود يونيفورم. انا هنا عندي اللود كونسنتريتد مش يونيفورم، فقمت حطيت الكونسنتريتد فوق الكاميرا اللي انا عايز اصممها وجبت الرياكشن بتاع العجله البعيده عن الكاميرا نسبه تناسب البعد. يعني الموضوع على فكره بسيط جدا، والمفترض ان انتوا في رابع انشاءات الحاجات ديت تبقوا شاطرين فيها، ده المفترض، يعني ده مجرد لود ديستريبيوشن يعني. اوكي طيب ده بالنسبه للبندنج ستريس. نايسلين طبعا نعمل تشيك تاني على الايه، على الشير والديفليكشن، صح يا شانسين، والفتيك. ناقص لنا شير وديفليكشن وفاتيج. اهم حاجه عندي الفاتيج انه يسيف معايا. دي المعادله الجلوبالي بتاعت الكود اللي قلنا مع بعض فاي 2 دي بواحد في الروي بريدجز، لندا حسبناها مع بعض طلعت ب 2.5، الجاما بتاعت الفاتيج اللود فاكتور بتاع الفاتيج دايما بواحد، والجاما اف انا خدت الاسسمنت ميثودز اللي هو سيف لايف ميثودز اللي هي كورسبوندنج ليها 1.35. دلتا سيجما سي دي هي الالاوبل فاتيج ستريس رينج اللي هي موجوده في الكود، ودي كلنا هناخدها في الهوت رول سيكشنز 1.6 طن على سنتيمتر سكوير. وعاده الدلتا سيجما سي دي انا بديها في الامتحان عشان ما اديش التيبلز اللي موجوده في الكود. يعني مثلا هقول لك في حاله السترينجر وكروس جيردر الهوت رول سيكشن خد دلتا سيجما سي بكذا، في حاله الويلدد سيكشنز هتاخد دلتا سيجما سي كذا، اللي هي بتطلع 1.6 في الهوت رول سيكشنز و1.25 في الويلدد سيكشن. بعد كده عرفنا ان دلتا سيجما بي دوت او الفرق بين الماكسيمم والمينيمم ستريس. انا عندي هنا السترينجر عليها ماكسيمم ستريس نتيجه ديد زائد لايف، وعليها مينيمم ستريس اللي هو ديد بس، مظبوط؟ فانا لو جمعت ام ديد زائد ام لايف فاتيج على اس اكس ناقص ام ديد على اس اكس، الديد هيروح مع الديد،
يبقى بصوره مستمره الفرق في الاستريسز بين الماكسيمم والمينيمم بصوره مستمره هو المومنت اللايف على الاس اكس. خلي بالكم مش هنسيب عشان محدش يغلط، دايما الفتيج بعمل له تشيك في الالاستيك رينج في الالاستيك ستيج. مش حاجه اسمها بعمل فتيج، الفتيج اللي هو الكراك بروباجيشنز بيحصل في الالاستيك ستيج، وبالتالي دايما بقسم على اس اكس عشان محدش يغلط ويقسم على ايه، على زد اكس بتاع القطاع. بعد كده هنا بقوم جايب بقى الاستريس فاينالي اللي عباره عن لامدا اهي مضروبه اللي هي ب 2.5 في ام لايف فتيج اللي انا جبته قبل كده ب 10.6 على اس اكس طلعت 1.09 اللي انا قلت من هنا جبته من الكود المصري اللي هو 1.6 على جاما اللي موجوده في الكود اللي هو 1.35 طلعت 1.18. فشوف هنا الفتيج يعتبر قريب جدا، يعني الفرق بين الاكشوال فتيج ستريس والالاوبل فتيج ستريس يعتبر الفاليوز ايه قريبه نوعا ما. يبقى كده عملت تشيك كومباكتنس، اتاكدت ان القطاع بتاعي كومباكت، عملت تشيك ستريسز طلع اوكي، بعد كده عملت تشيك فتيج وطلع الفتيج اوكي عندي، يبقى ناقص لي بعد كده اعمل تشيك شير وتشيك ديفليكشن. الشير ستريسز برضو ما فيهاش اختلاف على اللي انت اتعلمتها السنه اللي فاتت في الشير. بقارن بين الاكشوال التيميت شير، بقارن بالايه؟ بالشير سترينث بتاعتي اللي هي فاي ريزيستنس فاكتور بتاع الشير اللي هو بناخده 0.85 مضروبه في الفي ان اللي هو النومينال شير ريزيستنس. النومينال شير ريزيستنس ده عباره عن فاكتور سي في الايه؟ في البلاستيك شير ريزيستنس، والسي ده فاكتور بيعتمد هل الويب بنفسه بتاعي هيحصل له لوكال باكلينج ولا لا. القطاعات الهوت رولد سيكشنز متصممه دايما بحيث ان السي بتاع الشير ده يطلع بواحد. ففي الهوت رول سيكشنز السي هتاخده بواحد، لكن في الويلدد سيكشنز هناخد بعد كده ليتر الفاكتورز بتاع السي اللي موجوده في القطاعات اللي هي ليها دبس كبير قوي مع تخانه ويب قليله. هتلاقي ساعتها السي هيختلف عن واحد. والبلاستيك شير فورس ده عباره عن 0.58 في اف فيلد في اتش في تي ويب. البلاستيك شير فورس عباره عن اريت الويب في الاف يلد في فاكتور كام؟ 0.58. فانا كده هجيب الفي بلاستيك اضربه في واحد جبت النومينال شير ريزيستنس، اضربه في الفاي اللي هي ريزيستنس شير فاكتورز يبقى كده جبت الايه؟ الريزيستنس بتاعت الشير، اقارنه بالالتيميت شير اللي عندي ولازم الالتيميت يبقى اقل من الايه؟ اقل من ريزيستنس. فهنا عوضت اهو هنا بالريزيستنس بتاعتي 5.85 والبلاستيك شير اللي هو 0.58 في الاف يلد 2.8 في الاتش ويب في التي ويب طلع يشيل 84 طن وهو عليه كام؟ عليه 56 طن. يبقى عندي ما عنديش مشكله في الايه؟ في الشير بتاع الاسترينجر. اخر حاجه التشيك ديفليكشن، المفروض انت مطالب بالطبع مش دايما يا باشمهندسين في كتير جدا بيتجاوزوا عن ديفليكشن، والديفليكشن دي بتبقى نقطه خطيره جدا في الكباري، لان الاول ديفليكشن في الرود واي بريدجز في الكود المصري اللي سبان على 600 وده عاده بيديك الاول ديفليكشن قليل. وفي بعض الاحيان لما السبان بيبقى كبير بيوصل ل 6 متر اكتر من 6 متر شويه بتلاقي ان البندنج ستريس سيف والفتيج والشير سيف، وتيجي تعمل تشيك ديفليكشن يطلع ديفليكشن انسيف. فممكن يطلع لك مشكله فعلا في الايه؟ في الديفليكشن، فلازم تحصل على الماكسيمم ديفليكشن وتقارنه بالالاو. الديفليكشن بعد اذنكم يا جماعه الاحمال الكونسنتريتد لود لازم تتسنتر مع الاسبان عكس الكيس بتاعت الماكسيمم مومنت. يعني هتسنتر التو كونسنتريتد لود مع الميد سبان وتحط الحمل اللايف لودز فقط لا غير، بيجيب الديفليكشن نتيجه اللايف لود فقط. كده هيبقى عندك ديفليكشن نتيجه يونيفورم لود. انا جبت المعادله التقريبيه اللي هي 5 على 384 دبليو في اس سكوير على اي اي اكس، وبعد كده نتيجه الكونسنتريتد لودز اللي متسنتره مع الاسبان في معادله ايه تقريبيه اللي هي ار في بي، حيث البي ده بعد الكونسنتريتد لود عن السبورت مضروبه في 3 اس سكوير اللي هي الاسبان ناقص 4 بي سكوير على 24 اي اي اكس. اللي مش عايز يستخدم المعادله ديت ممكن يستخدم الكونجكت بيم ميثودز
اللي هو يرسم البيندنج مومنت دياجرام ويجيب المومنت اوف بيندنج مومنت دياجرام على ايه في الاي اكس وده يطلع له ديفليكشن على طول زي ما اتعلمنا ايه زي ما اتعلمنا في الاستراكشر. في النهايه خالص لازم الاكشوال ديفليكشن يكون اقل من الاسبان على كام على 600 اللي هو طلع لي هنا الاسبان على 600 بحوالي 0.778 سنتيمتر والاكشوال ديفليكشن بتاعي كام 0.609809 سنتي. كده يبقى انا الكاميرا بتاعتي سيف عملت لها تشيف سيف عملت تشيك كوباك نسلت كومباكت وصلت الاستريس للام بلاستيك وعملت تشيك على الاستريس طلع اوكي ما عنديش اي مشكله تشيك شير طلع اوكي عملت تشيك فاتيك طلع اوكي فاينلي التشيك ديفليكشن طلع سيف يبقى انا كده خلصت الايه التشويس والتشيك بتاعت كاميرا السترينجر بتاعتي. بعد كده المفروض هنبتدي بقى في تصميم الكروس جيردرز بس ده يعني ان شاء الله في التوتوريالز في السكشنز هيتم شرح بقى الايه مثال كامل على الايه على الكروس جيردرز عشان المره الجايه ان شاء الله هخش في الديزاين الخاص بالايه الخاص بالبين جيردر. طيب حد عنده اي سؤال يا باشمهندسين بوجه عام؟ هيبقى في محاضره يا دكتور في الكليه ولا لا؟ لا مش هيبقى في محاضره في الكليه محاضرتنا هي اونلاين كل يوم حد. خلاص يعني ما عادش هيبقى فيه في الكليه خلاص؟ لا 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 بص هو انا حدي بعد كده دكتور شريف عبد الباسط هيدي كل محاضراته في الكليه. تمام ومش هيبقى فيه اونلاين يعني تمام يعني هو بيفضل الكليه عن الاونلاين وطبعا هنعرف دلوقتي في الفتره اللي جايه هيحصل مشكله ولا لا يعني بس انا فضلت ان احنا نكمل اونلاين بحيث ان احنا نعود نفسنا على الاونلاين ليكتشرز لان من الواضح ان ممكن يحصل مشكله ليتر بعد كده يعني عشان كده انا اخترت الكورس بتاعنا ان هو يبقى 50-50 بحيث يبقى فيه فرصه ان احنا ندي اونلاين او يبقى فيه فيزيكالي داخل الكليه يعني. بس انا الثلاث اسابيع الجايين هيبقى اونلاين برضه. تمام يا دكتور تمام. في اي سؤال يا باشمهندسين؟ ايوه ميعاد المحاضره هيبقى يوم الاحد يا دكتور ميعاد المحاضره نعم. يوم الاحد يوم الايه؟ مش سامع يا باشمهندس. بقول لحضرتك ميعاد المحاضره هيبقى يوم الاحد. يوم الاحد يعني يوم الاحد مش ميعاد المحاضره الاثنين الساعه 12:30 لحضرتك من شويه قلت ميعاد المحاضره هيبقى يوم الاحد مش الاثنين. لا سوري النهارده الاثنين سوري يا جماعه بس احنا بقى لنا 10 سنين محاضره رابعه انشاءات الحد فالواحد يعني حافظ الحد على الاثنين. لا المحاضره سوري ما اتغيرتش ميعادها المحاضره ثابته يوم الاثنين الساعه 12:30 تمام خلاص تمام اوكي شكرا يا باشمهندس نعرف يا دكتور شكرا يا دكتور.